وبركاته، مرحبا بكم. ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد باذن الله، وما تنسوش تحطوا لايك. جراء شجار في مدينه بسميه ببغداد، مقتل المحامي الشاب ايهاب الخالدي على يد ضابط في الامن العراقي اثر مشاجره انتهت باطلاق النار على راس المحامي. جريمه بشعه داخل بسميه بالعاصمه بغداد، التفاصيل مؤلمه وسببها تهور امراه. ايهاب محمد لطيف الخالدي شاب من مواليد 1987 يسكن في بسمية، لديه العديد من الهوايات، واحدة منهم في نقابة المحاميين. للعلم هو شاب متزوج وصاحب عائلة ايضا. ايهاب تم قتله يوم امس على يد الضابط برتبة مقدم والذي يدعى علي غازي مهدي، وهو من مواليد عام 1985، وراء سبب الحادث هو زوجة الضابط. ايهاب عنده سيارة، تم الاتصال من قبل زوجة الضابط على زوجها الضابط علي، تقول له صاحب السيارة يلاحقني منذ 4 ايام، وايهاب كالعادة سيارته وهو راجع لبيته وعائلته، جه الضابط وقتله بثلاث طلقات نارية، واحدة في يده واثنين برأسه وهو داخل سيارته. تم نقل ايهاب الى المستشفى الجملة العصيبة، ولكن فارق الحياة بسرعة. للعلم الضابط ايضا من سكنة بسمية يسكن بمجمع بي 2. الضابط علي غازي الان بالسجن. شلون ضابط هو حامل مواطن يستخدم سلاحه الى دولة منطقية المفروض يستخدم سلاحه فقط لحماية المواطنين ويستخدمه خارج اطار الدولة ويقتل به الناس؟ ارجو الدعاء لإيهاب الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جنته. وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.